أحد المشافي بإسطنبول، في بيانو، بس غريب إن البيانو عم يعزف لحاله. شايفين البيانو مع أحلاه؟ حلاوة المشفى كمان انه في ستاربكس، كمان هي ميزة كتير حلوة. هي المشفى، هي دخولية المشفى هون. شي حلو كتير كتير. هون في اعداد اذا الواحد بده يقعد. هون أقسام سيرة، كل قسم في مكاتب و مشفى كتير كبير. هي جناح المرضى بالمشفى، مثل ما شايفين هون أرقام الغرف. الله لي دخل حدا لهون طبعا أبدا. وهي الغرفة، خلينا نشوفها. هاي الإضاءة هون عندكم عدة خيارات. هون في مراية أول ما بتدخلوا. هاي الغرفة، هون في خزانة مثل الفندق. يعني انا وقت كنت روح الفنادق نفس الترتيبة تماما. بشاكير، عدة بشاكير، مخدة، كمان بشاكير هون. هذا مثل كيس، ما بعرف شو هاد. هي تبعت القنادر. حتى في خزنة عشان الواحد يحط مصراته والذهبات، والله اعلم شو جايب معه. هي برات كمان هون. وهي الغرفة. في مغسلة برا كمان، فكرة حلوة. أنا كمان أول مرة بشوف هيك مغسلة برا. هي المحارم هون، وهون هي السلة، وهي تخت المريض، وهي اللوحة اللي بنحط فيها الملاحظات، اسم الممرض، تفاصيل النشاطات، الشغلات الخاصة اللي بده إياها. وهي الشغلة الحلوة انه مشان يحط المريض زعلان، عابس، مبسوط، خليه عم مبسوط خلص. هي في شاشة كمان هون لبعض الامور، نبه، مساعدة، الدخول، وهي يمكن الطقس هون، وهي درجة حرارة الغرفة كمان. هي الشاشة هون، وهي الإطلالة الحلوة. حتى شوفوا شو حاطين كمان. طبعا هذا بتشيله هيك. يا سلام، حمام 5 نجوم، مغسلة، كله شي نظيف ومثل العادة. وهون في شامبو وجل وما بعرف شو، شاور وشغلات للشعر. المهم، وهي المحارم هون، حتى في سشوار كمان. يا سلام. انا الملفت للنظر انه شفت هي المراية، هي اللي بتكبر، عرفتوها اكيد. يعني مهتمين بادق التفاصيل. وفي كمان محل الدوش، يعني دوش من تحت، فيه دوش فوق كمان، وهي مشان يقعد الواحد.
جرس كمان، شايف واحد كان بالحمام لا سمح الله صار معه شيء جرس بيجي الكادر التمريضي من برا. هاي الحمام، هاي جرس كمان هون، عشان صار واحد قاعد بالحمام كمان يدق جرس. Over the edge, feel like I'm floating.